هذه المرة كانت الغرفة بلا سقف، وهذه المرة كانت مجموعة عندي أمل يهتمون لارتفاع عدد المصابين بمرض الكبد الوبائي ببيت لاهيا، وفي ذلك لهم قصة وتجربة حية. جهل الناس بمعرفة هذا المرض وسبب العادات والتقاليد الكاتمة جدا، خوفا من انه البنت ما تتزوج او انه الولد ما يتزوج، فهذا سبب بخلي الأسرة تكتم على الموضوع نهائي. لا ينتهي الفعل مع بدء الألم، بل تستمر التجربة هذه المرة بدافع الألم. أنا طبعا زي ما بحكي لكم أصريت على المشكلة، لأنه ما بدي أي زميلة من زميلاتي أو أي أحد من أفراد بلدتي إنه يعاني مثل ما عانيت أنا. قد ما راح أوصف لك المعاناة اللي كنت فيها يمكن راح أوصل جزء بسيط، وخصوصا إنه بابا انتقل له المرض عن طريق شفرة حلاقة، يعني إنه إشي بسيط هدم حياة، دمر بيت أجمعه. يعني كانوا دكاترة أول مرة راح إنه لا ولا إشي، عرض بسيطة، إنه إيش فيش إشي بسيط. بعد هيك حكولنا إنه أنتوا جيتوا بعد مفات الأوان، يعني صار عنا إحباط إنه خلص، إنه أصعب 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 شيء إنه هذا المرض لا مفر منه، إنه آخرة هذا المرض نهاية الموت. فئة البي إنه ما في إله علاج، إنه خلص نهاية الموت. فهذا يعني شو رح تكون أنا، شو رح يكون مصيري؟ يعني بابا بستنى فيه إنه رح يموت، يعني شو يعني أنا ما بدي أعيش أي زميلة إلي بهذه الموقف. أنا أصريت لأنه ما بدي زميلاتي يعيشوا الحياة اللي أنا عشتها، الكآب اللي أنا كنت فيها. بابا 4 سنين غير الأعراض قاعد كمان 4 سنين، يعني 8 سنين وأنا يعني خوف رعب. ماما تهدي فينا، ماما نفسها كانت منهارة، البيت كله منهار. فعلشان هيك أنا بدي أحاول أوعي الناس، وبدنا نحاول إيد بإيد نحل هاي المشكلة، علشان ما أي زميلاتي أو أي شخص يمر بهيك مشكلة، يعني من هيك مشكلة. أفقدتني الحياة أبا يا فراشتي، وأوهبتني السماء أما تسمى تجربة. أبدا لا تبكي فإني ببكاؤك أهلك مرتين. أبكيت حين رأيتني بعد البهاء أصفر لوني. أبكيت حين رأيتني بعد البهاء أصفر لوني. تأتي الحرب على غزة وتذهب وتسدل خلفها الكثير الكثير. يبدأ الحصار ولا ينتهي فعله، فكوارثه كثيرة. حدث الانقسام ولم ينتهي، الكل يستغيث، الفقر يفترس عذرية التفاصيل لتصبح جزءا مهما من المشهد العادي لمجتمع غير عادي. فتيات مجموعة الأصدقاء النبلاء بعزبة بيت حنون تسعى أحلامهن لفك شفرة الموت البطيء، يحاولن مساندة الناس على تلطيف حدة الفقر. حلمي كمشاركة في مجموعة الأصدقاء النبلاء مع الإنجاز الشعبي إني ممكن أطور من عزبة بيت حنون. فتيات يطمحن لأن يحدثن شيئا من التغيير. إحنا علينا أن نهتم بالمجتمع، أول إشي نواكب سلاح التعليم لأنه مهم كتير. بعد ما نخلص تعليمنا كل منا بيمسك شغلة مهمة، نحاول نطور من مجتمعنا ونهتم فيه. صح في مشاكل وفي قضايا كبيرة، بس إحنا كمان من حقنا كفتيات مثلا إن هاي المشاكل نحاول يعني مش نحلها أو نحد منها، ممكن إحنا نحاول نخففها يعني بس مش أكثر. لك ما لك من الحياة، أن توهبها، أن تغني، تحلم، تتعثر، تتعلم، تفرح، تهدم وتبني وتصبح جزءا من الحياة، لتقل أحبك أيتها الحياة أكثر. لما بدينا في المرحلة السادسة كان التسجيل للمرحلة قبل ما يكون الإعلان أو بداية التنفيذ للمرحلة، لأنه كانوا الناس نفسهم بيقولوا إحنا بدنا أولادنا يجوا للبرنامج.
أنا كمنسقة في الثلاث سنوات يعني كل سنة كانت تختلف عن اللي قبلها، ما حسيتش إنه في شيء روتيني عندي. الشباب اللي عندنا يعني صار اندماجهم في المجتمع بشكل واسع. لك في نهاية الأمر ما تريد، لك أن تصبح جزءا من تجربة هؤلاء المبادرون، تجارب تثبت أن بإمكانك أن تفعل الكثير. فتيات وفتيان، شابات وشباب، التقت اهتماماتهم في أزقة المخيمات وعلى جدران أحياء المدن، يسعون إلى ممارسة الديمقراطية وتعلم احترام وتقبل الآخر، يسعون عبر مؤسساتهم الشبابية إلى ترسيخ وتعميم ومأسسة المفاهيم والممارسات المدنية. كنت تعلمت كثير في الإنجاز، تعلمت يعني كيف يكون عندي جرأة أحكي قدام أي حد، يعني ما خافش من حد أو يعني هيك أتعتع في الكلام. تعلمت يعني حب المشاركة، كيف أتواصل وأتواصل مع الناس، أتكلم مع ناس أكبر مني بلباقة، أقدر